نتواصل اكيد مع كل المشاهدين في كل مكان. وهذا التقرير من ولايه القذارف مع الزميل محمد الفاتح عن معرض جمعيات مهن الانتاج الزراعي والحيواني بولايه القذارف. نشاهد النجاح الكبير لمشروعات منظمات المجتمع المدني في مجالات الامن الغذائي بولايه القذارف، تعتبر انموذجا يحتذى، زاد عليه الاهتمام بتنميه قدراتها. فهذا المعرض الانموذج لعدد من جمعيات الانتاج الزراعي والحيواني الممولة بواسطة منظمة زوا الهولندية، يحكي الواقع المشرق لهذه التجربة الرائدة. المعرض بيمثل نشاط من أنشطة المشروع، والمشروع حاول في الفترة السابقة أن يبني ويعزز قدرات هذه الجمعيات بالعديد من الأنشطة. واحد من الأنشطة الأساسية هو يعني تقنين نشاط هذه الجمعيات، ومن ثم تعزيز قدراتها في مجال المهارات الفنية والمهارات الإدارية، وأيضا تنظيم هذه الجمعيات بصورة تستطيع أن تناصر قضاياها، وأيضا تستفيد من الفرص والإمكانيات المتاحة الموجودة في الولاية. مشروع بناء وتنمية قدرات منظمات المجتمع المدني الذي تنفذه زوا عبر شريكها الوطني منظمة التواكي، حقق خلال عامين فقط ما يجعله يحافظ على استدامته. الجمعيات القاعدية قامت بمجهودات ضخمة جدا في الفترة الفاتت، وغفزت بالإنتاجية بإدخال التغانى بمساعدات من المنظمات منظمتنا ومنظمات الشريكة ووزارة الزراعة. غفز الإنتاج من 3 شوالات للفدان إلى متوسط 13 للفدان. وفي المرحلة الحالية نحن شغالين على سنه نصل لمستوى بتاع 20 جمعية نوعية. فالنتاج بتاع المعرض ده عشان نوري شنو الطريقة بتاعت الشغل اللي حصلت، أول الأعمال اللي هي اتدربوا عليها والأعمال التطبيقية اللي اتطبقت من خلال الفترة بتاعت عمر المشروع. أكثر من 100 جمعية موزعة على 4 محليات أحدثت اختراقا مهما ليس على مستوى الإنتاجية الرأسية فحسب، بل حتى في المفاهيم والمضامين. كانت زمان كان احنا طبعا نزرع الزراعة التقليدية وكانت صعبة شوية، لكن هسي بدينا نزرع بالتغانة وبقينا نزرع، يعني كانت أول ما عندنا جمعيات ذاته، هسي بدينا عملنا جمعيات زراعية حتى نحصلنا للشبكات ذاته، لا ما عملنا شبكات. ما قدمه العارضون من نماذج حكت قصة نجاح مذهلة لشراكة مثمرة كان عمادها القناعة المشتركة بفائدة ما يقومون به من عمل. محمد الفاتح الشروق، ولاية القذارف.